الرحمة والعصاة والتخفيف عنه يوم القيامة. يعني الله سبحانه وتعالى لما يبتلي إنسان عمل معصية ما، فإن الله سبحانه وتعالى إيه؟ فإن الله سبحانه وتعالى يخف عنه بهذه الابتلاءات في يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير، يقول علي رضي الله عنه: هذه أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه أرجى آية في كتاب الله. فإذا كان يكفر عنا من مصائب ويعفو عن كثير، فما يبقى بعد كفارته وعفوه؟ يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى ابتلاني بأمر ما، وهذا الابتلاء فيه تكفير لكثير من السيئات، وبعدين فيه عفو لربنا سبحانه وتعالى، فبيقول فماذا يبقى بعد إيه؟ بعد التكفير والعفو؟ يعني معنى كلامه أنه لن يكون هناك إيه؟ علي أي ذنب بعد إيه؟ بعد جانب التكفير وبعد جانب إيه؟ عفو الله سبحانه وتعالى. إذن يقول سيدنا علي: هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله، فإذا كان يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير، فما يبقى بعد كفارته وعفو. ويقول صلى الله عليه وسلم، وهو يخبرنا أن المصائب فيها تكفير للسيئات، فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من إيه؟ من خطايا. وفي صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني طالما أن الله سبحانه وتعالى أصابك بابتلاء أو أصابك بصدمة من صدمات الحياة، أن الله سبحانه وتعالى يريد لك لي الخير. من يريد الله به خيرا، لماذا؟ لأن هذا الأمر فيه تكفير للسيئات ورفع للدرجة. ويقول صلى الله عليه وسلم: فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، يعني تخيل أن البلاء يظل بالإنسان حتى يكفر عنه ما نزل به من الليل من الذنوب والسلام. مثل الحج، تعرف لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فكذلك الابتلاء الله سبحانه وتعالى يكفر به عن الإنسان كل الخطايا والذنوب. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الطبراني: إن مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد. إن مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد. ويقول صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي في السنن بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يود أهل العافية يوم القيامة، اللي هم أهل العافية الذين لم يبتليهم الله سبحانه وتعالى، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب، لما يشوف الثواب الذي أعطيه الله سبحانه وتعالى لأهل الابتلاء، لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. يعني أهل العافية الذين لم يبتلوا يتمنون أن يكونوا في مكان أهل الابتلاء، أو أن الله سبحانه وتعالى تلاه نظرا لما رأوا من ثواب يعطيه الله سبحانه وتعالى للصابرين على الابتلاء. يبقى إذن كيفية التعامل المسلم مع الابتلاء والضراء؟ قلنا بأن الأمر الأول هو تقوية الإيمان بالقضاء والقدر. الأمر الثاني الرضا والصبر والاحتساب ليفوز الإنسان بثمرات الصبر. والأمر الثالث الرحمة بالعصاة والتخفيف عنه يوم القيامة. الرحمة بالعصاة والتخفيف عنه يوم القيامة.